السبت المقبل اجتماع جديد لرابطة الأندية لمناقشة شكل الدوري الجديد. هل سيكون هناك شكل للدوري الجديد؟ زي ما قلت لحضراتكم النهاردة كان في اجتماع طلع منه بعض التسريبات إنهم عايزين يعملوا الدوري، رابطة الأندية عايزة تعمل الدوري في بدور واحد وبعد كده تتعمل تصفيات والكلام اللي حضراتكم عارفينه. هل ستوافق الأندية على هذا الموضوع؟ أشك. كمان مباريات ذهاب فقط دون مباريات إياب، تبقى 17 جولة، ثم يلعب أول 8 فرق في الترتيب في مجموعة نهائية يتوج فيها من يحصل على أعلى عدد من النقاط. عموما كل التصورات دي سيتم طرحها في اجتماع رابطة الأندية إن شاء الله يوم السبت القادم. الأندية تشكو لجنة الاتحاد للفيفا والمحكمة الرياضية وتطالب بتعويضات. تضامن عدد كبير من أندية الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم وعلى رأسها نادي الوسطى والنصر بشمال سيناء مع نادي النجوم في شكوى ضد اللجنة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم لدى الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية. دينا هنشوف ايه اللي هيحصل في هذا الموضوع.